شيت 5 يا شباب، نكمل كده مع بعض بقيه الفلويد كاينماتكس برنولي والكونتينيوتي ايكويشن. لو بصينا كده مع بعض على اول مساله في الشيت، اول مساله بيقول ان انا في عندي ووتر فلوز من التانك ده، وكان البارومتريك ريدنج 29.5 انش مركري، وكان في عندي لوسز 3 فوت، كنت عايز اجيب الفيلوستي ات بوينت 8. فاكرين لما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت قلنا ان احنا في الفلويد كاينماتكس ما عنديش اللي هما 2 ايكويشنز، كونتينيوتي ايكويشن وبرنولي ايكويشن. الكونتينيوتي غالبا هي بتبقى خطوة في المسألة، والاساس بالنسبة لنا بيبقى برنولي ايكويشن. قلنا برنولي ايكويشن بناخد نقطتين، نقطة منهم اللي على السيرفس بتاع الليكويد ده، والنقطة التانية هي نقطة ايه اللي انا طالبة منك ان انت تجيب لي عندها الفيلوستي. هنأبلاي برنولي ايكويشن، هنقول بقى ان انا عندي، فاكرين لما قلنا كل مرة هنفضل نكتب برنولي ايكويشن عشان ما ننساش، P1 over gamma plus Z1 plus V1 squared over 2G. المفروض يكون في عندي هنا plus HB، بس هي المسألة ما فيهاش فهم، equal PA over gamma plus ZA plus VA squared over 2G plus HF. تمام. طيب نبتدي بقى نعوض كده في المسألة حاجة حاجة. عايزين نعوض عن البريشرز، الاتنين ابسوليوت ولا الاتنين جيج؟ احنا المرة اللي فاتت عوضنا عن كل المسائل كلها كانت ابسوليوت جيج، خلينا المرة دي نجرب كده نعوض عنهم ابسوليوت. بوينت واحد، البريشر اللي فوقها هو البريشر بتاع الجاز اللي فوقيها ده، خلي بالك التانك ده مقفول مش مفتوح، والبريشر بتاعه كام؟ 12 PSI ابسوليوت. فهنقول بقى البي واحد هتساوي، احنا قلنا البي اس اي ابسوليوت دي ابسوليوت، هي صح، احنا هنعوض ابسوليوت. بي اس اي اللي هي الباوند فورس بير سكوير انش، قلنا عشان نحولها الباوند فورس بير سكوير فوت بنعمل ايه؟ بنضرب في 144 على جاما. جاما دي اللي هي رو في جي، دي ووتر، الرو بتاعتها بكام؟ 1.94، والجي اللي هي 32.2. طيب نيجي كده لزد واحد، قلنا احنا ممكن براحتنا نفرض ان الاليفيشن عند نقطة ايه هو اللي بيساوي زيرو، ويبقى ده معناه ان زد واحد بتساوي كام؟ بتساوي 16. نقطة واحد نقطة جوه تانك، يبقى الفيلوستي بتاعتها بيساوي زيرو، يبقى في واحد بيساوي زيرو. نكمل الناحية التانية، نيجي للفي ايه، عايز احولها من 29.5 انش مركري لايه؟ لباوند فورس بير سكوير فوت. طيب هو يعني ايه ان البارومتريك ريدنج 29.5 انش مركري؟ يعني الاتموسفيريك بريشر بيعادل كولوم من المركري الهايت بتاعه 29.5 انش، يعني دي الهيد بتاعه المركري. طب الهيد علشان احولها لبريشر بعمل ايه؟ بضربها في رو في جي. الرو بتاعه المركري كام؟ انت مش حافظ الرو بتاعه المركري، بس احفظ ان السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الميركري، او انت مش حافظها يعني بالبريتش سيستم، فاحفظ ان السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الميركري 13.6. فوالله لو انت كنت عايز تشتغل بالاس اي هتضربها في 1000 هتبقى 13600. لو عايز زي المساله دي بقى تحولها للبريتش سيستم هيبقى 13.6 تايمز 1.94، دي كده الرو بتاعه الميركري. في الجي اللي هي 32.2، في الهايت بتاع الميركري اللي هو 29.5 انش، ونقسمهم على 12 علشان نخليهم فوت، نقسم كل ده في النهاية على جاما ووتر اللي هي 1.94 في 32.2 بلس الفيلوستي بتاع بوينت A، ما هي دي اصلا اللي انا عايز احسبها، على 2 تايم 32.2، واللوسز هو قال لي عليها جاهزة بتساوي كام؟ 3 فوت. يبقى هنا من الايكويشن دي هقدر اجيب مين؟ هقدر اجيب الفيلوستي عند بوينت A، وهتطلع اليونتس بتاعتها فوت بير سكند. تمام كده، دي كده كانت اول مسألة في الشت. نيجي هنا المسألة رقم 4، بيقول ان انا في عندي بنزين هاخده من التانك ده، وبالبامبنج سيستم ده اروح مطلعاه لحد البوينت اللي هنا دي اللي على الليفيشن 10 فوت. طيب هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان الفلوريت بتاع البنزين كان 40 جالون بير مينت. ما يهمكش حته الجالون دي لو انت حافظها خير وبركه،
مش حافظها، هي مش من اليونتس اللي مطلوب منك ان انت تحفظها في الامتحان، فهيجي لك التحويلة من الجالون للليتر او للفوت كيوب او للميتر كيوب بير سكند، فما تفرقش معاك. فانت خد الفوليومتريك فلوريت عندك جيفن بدل ما هو 40 جالون بير مينت، خد ان هو بيساوي 8.9 × 10⁻³ فوت كيوب بير سكند. تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده للبقية الايكويشن بقى. بيقول لي ان البريشر عند اللاين ده كان 50 PSI gauge. الديستشارج هو مديني الاليفيشن بتاعه عن الليكويد بتاع البنزين، الديستشارج لاين كان على ارتفاع 10 فوت، انما البامب او السكشن لاين كان على ارتفاع 4 فوت. بعديها بيقول لي ان الديامتر بتاع الدليفري لاين، الدليفري لاين ده اللي هو مين؟ اللي هو ده اللي بعد البامب، كان 1.5 انش، انما السكشن لاين كان قد ايه؟ ده كان الديامتر بتاع الدليفري لاين. بعديها قال لي ان السكشن لاين كانت اللوسز اللي فيه 0.5 PSI، انما الديستشارج لاين كانت اللوسز اللي فيه 5.5 PSI. الافيشنسي بتاعت البومب كانت 60%، ومديني الجراما بتاعت البنزين والفيبر بريشر بتاعه. طب هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي احسبي لي اول حاجه الهيد ديفلوبد باي ذا بومب، يعني مبدئيا كده عايز اجيب الباور بتاعت البومب. فاكرين المره اللي فاتت قلنا ان الباور بتاعت البومب بتساوي ايه؟ بتساوي الفلويد باور اللي هي بتساوي اتش بي في جاما في كيو على البومب افيشنسي. طيب نشوف كده ال اتش بي هجيبها منين؟ ما هي اتش بي لسه ما عرفهاش، انما جاما اعرفها. لو انا رجعت للمسألة هلاقي ان الجاما بتساوي كام؟ 54 pound force per foot cube، يبقى هاخد الجاما 54 pound force per foot cube في الكيو. الكيو قلنا بتساوي كام؟ الكيو قلنا بتساوي 9.8×10⁻³. البومب افيشنسي هو مديهاني وقال لي ان هي بتساوي 60%، وهو لو ما ادهانيش انا هفرضها في الرينج ده. يبقى انا مش ناقصني هنا غير ان انا احسب مين؟ احسب البامبنج هيد. بحسب البامبنج هيد منين؟ من برنولي ايكويشن. فين النقطتين اللي هابلاي بينهم برنولي؟ اكتر نقطتين اعرف عنهم معلومات في السيستم ده، نقطة 1 اللي على السيرفس بتاع البنزين، ونقطة 2 اللي هي اخر نقطة في الديستشارج لاين. واقول انا هابلاي دلوقتي برنولي ايكويشن بالنقطة 1 ونقطة 2، يبقى في 1 على جاما بلس زد 1 بلس في 1 سكويرد على 2 جي بلس اتش بي اللي انا عايز احسبها، بتساوي في 2 على جاما بلس زد 2 بلس في 2 سكويرد اوفر 2 جي بلس اتش اف، وابتدي اعوض عن حاجة حاجة. لو في حاجة عندك بتساوي 0 شيلها واخلص. البريشر عند نقطة 1 0 جيج، الاليفيشن عند نقطة 1 تقدر تاخده بزيرو، يبقى الاليفيشن بتاع نقطة 2 10. الفيلوستي بتاعت نقطة 1 بتساوي 0 لانها نقطة جوه تانك، يبقى معنى كده ان اللي انفضل عند نقطة 1 هو البامبنج هيد اللي انا عايز احسبه بيساوي. نيجي لنقطة 2، ارجع معايا كده في المسألة. قال لي ان نقطة 2 البريشر بتاعها كام؟ 50 PSI جيج. جيج دي صح لان انا حاطه البريشر عند نقطة 1 بالجيج، فهي 50، لكن اضربها في 144 علشان اخليها بالباوند فورس بير سكوير فوت على الجامة بتاعت البنزين ده اللي هي 54 بلس زد 1 10 فوت بلس في 1 في 2 سكوير. طب في 2 دي هجيبها منين؟ هتساوي الفوليومتريك فلوريت مقسومة على الديستشارج لاين، وهو كان مديني الديامتر بتاعه. لو رجعنا للمسألة هتلاقيه بيقولك ان الديامتر بتاع الديستشارج لاين كان قد ايه؟ 1.5 انش. يبقى كيو اللي احنا واخدينها هنا دي 8.9×10⁻³، وعندي الديامتر 1.5 انش، اقسمهم على 12 عشان اخليهم فوت سكويرد، واروح مطلع الفي 2 بالفوت بير سكند. يبقى انا عندي كمان في 2 سكويرد اوفر 2 جي موجودين. تعال معايا بقى هنا لللوسز. قال لي ان في الديستشارج لاين والسكشن لاين، عندي في السكشن لاين
اللوسز او البريشر دروب نتيجة الفريكشن 0.5 في اس اي. قال لي ان في الديسشارج لاين وفي السكشن لاين البريشر دروب نتيجة الفريكشن في السكشن لاين 0.5 في اس اي، في الديسشارج لاين 5.5 بي اس اي. انا عقبال ما مشيت من نقطة واحد اللي على السيرفس لحد ما وصلت لنقطة اتنين اللي هي اخر نقطة في السكشن لاين في الدليفري لاين، مشيت في الاتنين، يبقى معنى كده ان البريشر دروب عندي نتيجة الفريكشن كان بيساوي قد ايه؟ 6 بي اس اي. هو اي بريشر عايز احوله الهيد بعمل ايه؟ بقسم على جاما. فهرجع بقى وانا بعوض هنا، خلي بالك بي اس اي دوت ما ينفعش، هيبقى 6 في 144 علشان اخليها باوند فورس بير سكوير فوت، وبعدين اقسمها على جاما اللي هي 54. وانا اصلا كان عندي الفيلوستي من الاول، يبقى ما فيش عندي حاجة هنا امنون غير الاتش بي او البامبنج هيد، اقدر خلاص احسبه وهتطلع لي اليونتس بتاعته بايه؟ بالفوت. طب بعد ما طلعت الباور هطلعها بانهي يونتس؟ باوند فورس فوت بير سكند. هعمل فيها ايه؟ هقسمها على 550 علشان في النهاية احسبها بايه؟ بالهورس باور. طيب ده كده كان المطلوب الاول في المسألة. المطلوب التاني في المسألة بقى كان عايزني احسب ايه؟ المطلوب التاني في المسألة كان بيقول لي، هو كان عايز البامبنج هيد اللي هو الهيد ديفلوبد باي ذا بامب، وبعدين البريك هورس باور اللي احنا حسبناها، وبعدين حاجة اسمها النت بوزيتيف سكشن هيد. يعني ايه النت بوزيتيف سكشن هيد؟ النت بوزيتيف سكشن هيد ده يعني الهيد او الانرجي اللي المفروض تكون موجودة عند الليكويد قبل ما يدخل على البامب، علشان لما يدخل يبقى عنده انرجي كفاية ان يدور جوه البامب بسرعتها من غير ما يحصل له كافيتيشن، وهو اتشرح بالتفصيل في المحاضرة. فاحنا هناخد بس على طول الرول بتاعه. النت بوزيتيف سكشن هيد بحسبه ازاي؟ من انهي رول؟ بقول ان هو بيساوي بي سكشن على جاما بلس في سكشن سكويرد على 2 جي ماينس بي فيبر على جاما. عشان كده هتلاقيني في المسألة مديالك جيفن الفيبر بريشر بتاع البنزين. طيب علشان اجيب النت بوزيتيف سكشن هيد بابلاي برنولي ايكويشن ما بين انهي نقطتين؟ ده بالتحديد بقى نقطة منهم لازم تكون نقطة مين؟ نقطة السكشن. النقطة التانية قبلها او بعدها، بس انا بحب اخد النقطة اللي على ايه؟ اللي على السيرفس اللي هي نقطة واحد. فعشان اجيب النت بوزيتيف سكشن هيد لازم ابلاي برنولي ايكويشن بالنقطة السكشن اللي هي اول نقطة الليكويد دخل فيها جوه البامب، ونقطة تانية في السيستم اللي هي نقطة واحد. طيب لما نيجي نابلاي برنولي ايكويشن بقى ما بين نقطة واحد ونقطة السكشن هنلاقي ايه؟ هنكتب برنولي ايكويشن، هيبقى بي واحد على جاما بلس زد واحد بلس في واحد سكويرد على 2 جي. السؤال بقى هنا في بامبنج هيد ولا مفيش؟ الحقيقة ان هو مفيش. ليه؟ انا يا دوبك لسه حاطة رجلي دلوقتي جوه البامب، ما خدتش منها حاجة. طب امتى احسب البامبنج هيد؟ لما اكون بابلاي برنولي ايكويشن ما بين نقطتين، واحدة قبل البامب وواحدة بعدها. انما نقطة السكشن انا لسه ما خرجتش من البامب ولا خدت منها حاجة، ده انا يا دوب لسه داخلها، فمفيش هنا بامبنج هيد. نقطة السكشن هيبقى بي سكشن على جاما بلس في سكشن سكوير على 2 جي بلس زد سكشن زائد الفريكشن لوسز اللي موجود في السكشن لاين لوحده، لان انا ما مشيتش في اللاين كله، انا مشيت من التانك لحد البومب. فلو في لوسز في السكشن لاين هاخدها، طب ما كانش في لوسز في السكشن لاين خلاص هتبقى بصفر. عوض عن الحاجات اللي بتساوي زيرو، البي واحد زيرو جيج عشان هو اتموسفيريك، الزد واحد اعتبرها بزيرو ويبقى زد سكشن بتساوي اربعة، في واحد نقطة جوه تانك يبقى البريشر يبقى الفيلوستي بتاعتها بتساوي صفر. طيب يبقى هنا عندي زيرو عند نقطة واحد، بي سكشن، بي سكشن زائد في سكشن سكوير ده على بعضهم انا معرفش كل واحدة لوحدها كام، انما اعرف ان انا اشيل الاثنين على بعض واحط مكانهم ايه بقى من الايكويشن دي؟ احط مكانهم النت بوزيتيف سكشن هيد اللي انا عايز احسبه بلس بي فيبر على جاما بلس زد سكشن اللي هو 4 فوت. البريشر دروب في السكشن لاين لو نفتكر في المساله كان هو نص بي اس اي، هضربه في 144 علشان اخليه باوند فورس بير سكوير فوت، واقسمه على 54 اللي هي الجاما بتاعه البنزين.
طيب البي فيبر دوت هو ادهوني في المسألة بكام؟ ارجع كده بص في المسألة هتلاقيه مديهولك ب 3.8 PSI. 3.8 PSI ده ابسوليوت فاليو، ما هو الجيج بكتب جنبيه جيج فهو ابسوليوت فاليو، فمش هينفع احطه هنا زي ما هو كده. ليه؟ علشان انا معوضه عن البي واحد بالجيج، يبقى لازم اعوض عن ده بالجيج. فال 3.8 دي اللي هي بالابسوليوت هي بي اس اي، هعمل فيها ايه عشان احولها لجيج؟ هطرح منها الاتموسفيريك بريشر بالبي اس اي برضو. طب هو الاتموسفيريك بريشر بالبي اس اي كام؟ 14.7. كده بقت بي اس اي جيج، فجيج صح، بي اس اي هي اللي غلط. فاضربها في كام؟ في 144، وبعدين اقسمها على جاما اللي هي كام؟ 54. كده ما فضلش عندي حاجه خالص في المساله مش عارفاها غير مين؟ النت بوست في سكشن هيد، وبتطلع الفاليو بتاعته بالمتر او بالفوت، هو هيد فبتطلع الفاليو بتاعته بالمتر او بالفوت. المساله اللي بعدها في الشيت اللي هي مساله رقم 5 بيقول ان انا في عندي سنتريفيجال باند محطوطه فوق لارج اوبن ووتر تانك علشان تاخد الميه بفلوريت 0.5 فوت كيوبد بير سكند. المانيفاكتشرر بقى بتاع البامب قال لي ان النت بوزيتيف سكشن هيد اللي لازم تكون متحققه فيها كان 15 فوت. الفيبر بريشر بتاع الميه مديهوني عند الاوبريتنج تمبشر، كان عايزني اجيب الماكسيمم هايت زد واحد اللي ممكن احط عنده البامب دي بتساوي كام. اسيوم ان الميجر هيد لوس بتوين التانك والبامب كان بيساوي كي في سكويرد على 2 جي، والكي كانت بتساوي 20. البايب دي بتاعه السكشن كانت الديامتر بتاعها 4 انش. في سؤال تاني في المساله بس خليني احل المساله الاول. فمبدئيا كده انا هرسم المساله، هو بيقول لي ان انا في عندي لارج اوبن ووتر تانك هبتدي اخد منه الميه ببامب، البامب دي على ارتفاع معين اسمه زد واحد. زد واحد ده عايزه اعرف الماكسيمم فاليو بتاعته بتساوي كام، وكان مديني الديامتر بتاع السكشن لاين 4 انش، وقال لي ان الفوليومتريك فلوريت نص انش نص فوت كيوبد بير سكند، ومديني كل والنت بوزيتيف سكشن هيد اللي انا عايزاه كان 50. خلي بالك هنا من حاجة، انا ايه دخل ان انا عندي عايز اجيب زد واحد ماكسيمم بان النت بوزيتيف سكشن هيد بيساوي 15 فوت؟ فاكر لما قلنا المرة اللي فاتت ان الدنيا علشان خاطر تديني حاجة ماكسيمم لازم تديني حاجة مينيمم؟ اه. فالمينيمم نت بوزيتيف سكشن هيد هو اللي المانيفاكتشرر بيقول لي عليه، هو بيقول لي على اقل حاجه انا محتاجاها. ليه؟ عشان ما اقلش عنها ابدا. فالمانيفاكتشرر لما يقول لي ان النت بوزيتيف سكشن هيد 15 فوت فهي دي المينيمم فاليو اللي انا ما اقدرش انزل عنها. فلما اكون انا شغاله على المينيمم نت بوزيتيف سكشن هيد يبقى انا حاطه البامب دي عند الماكسيمم هايت اللي اقدر احطه عنها. قلنا ان المسائل لما بيبقى فيها النت بوزيتيف سكشن هيد ببقى بابلاي برنولي بين نقطتين، نقطه السكشن ونقطه واحد اللي على الفري سيرفيس بتاع القطر، ونبتدي نابلاي برنولي ايكويشن عادي خالص، هيبقى بي واحد على جاما بلس زد واحد بلس في واحد سكويرد على 2 جي، وقلنا ما بحطش هنا البامبنج هيد، بيساوي بي سكشن على جاما بلس في سكشن سكويرد على 2 جي بلس زد سكشن اللي هي اللي انا عايزاها زائد الاتش اف. عندي حاجه بتساوي زيرو، او في عندي شويه حاجات بتساوي زيرو، عندي البي واحد بزيرو جيج، عندي الزد واحد بزيرو زد السكشن هي دي اللي انا عايزه اجيبها، وعندي الفي واحد بزيرو علشان نقطه جوه تانك. وبعدين هشيل البي سكشن والفي سكشن الاثنين مع بعض واحط مكانهم مين؟ واحط مكانهم النت بوزيتيف سكشن هيد اللي هو 15 زائد البي فيبر على جاما زائد زد سكشن زائد الاتش اف اللي هي اللوسز اللي قال لي عليها. نبتدي بقى نعوض صح عن البي فيبر، بس لازم تحطه بايه؟ لازم تحطه جيج بريشر، لازم تحط الاتش اف، هو قال لي ان هي بتساوي كي في سكويرد على 2 جي، وقال لي ان الكي دي بتساوي 20 في سكويرد على 2 جي، هو كان مديني الفوليومتريك فلوريت، يبقى اقدر اجيب منه مين؟ اقدر اجيب منه الفيلوستي.
يبقى انا هجيب الفيلوستي دي من الفوليومتريك فلو ريت، البي فيبر هو موجود عندي جيفن كل الحكايه ان انا هحوله لجيج، يبقى انا هنا في المساله هقدر اجيب الزد سكشن. المساله اللي بعدها في الشيت بيقول ان انا في عندي تانك في ووتر، الهايت بتاع الووتر جوه التانك الهيد بتاعها كان 4 فوت، وخارج منه البايب اللي شكلها عامل كده، الديامتر بتاعها في الاجزاء الكبيرة دي كان 6 انش، وفي النص هنا الديامتر كان 4 انش. هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان البايب اللي الديامتر بتاعها 4 انش دي البريشر بتاعها ما ينفعش يقل عن 10 PSI، البريشر اللي جواها ما ينفعش يقل عن 10 PSI، والا يحصل لها كولابس، تروح يحصل دامج كده وتتقفل في بعضيها. فهو عايزني اجيب ايه بقى؟ عايزني اجيب الماكسيمم هايت اتش ده بيساوي كام اللي ما يخليش البايب دي يحصل لها كولابس. اسر الكلام يعني عايزني اجيب الهايت ده بيساوي كام لما يكون البريشر، مش احنا عايزين دي ماكسيمم يبقى عايزين دي مينيمم. طب المينيمم بتاع هنا قد ايه؟ 10 PSI. ادي المطلوب في المسألة. طيب انا عايز اجيب الاتش دي، فهعمل ايه؟ هابلاي برنولي ايكويشن ما بين نقطتين يكون ليهم علاقة بالاتش دي. فهقول ايه هما النقطتين؟ نقطة 1 اللي هنا دي، ونقطة 2 اللي هنا دي. هجرب كده واشوف. طيب نكتب البرنولي ايكويشن، هيبقى بي 1 على جام بلس زد 1 بلس في 1 سكويرد على 2 جي. مفيش عندي بامب فمش هكتبها، ايكوال بي 2 على جام بلس زد 2 بلس في 2 سكويرد على 2 جي. هرجع معاك كده للمسألة وبص، هو قال لي جاب لي سيرة لوسز؟ لا ما جابليش. ولو المسألة دي في الامتحان هبقى انا بقول لك نيجليكتنج الفيسكس اف، اهو يا ربي مكتوب اهو نيجليجيبل فيسكس افكت. نيجليجيبل فيسكس افكت يعني انا اللي بقول لك اهمل الفريكشن لوسز اللي عندك، فمش هحط هنا فريكشن لوسز. الحاجات اللي بزيرو هبتدي اعوض عنها، البريشر عند نقطة 1 اتموسفيريك يبقى 0 جيج، نقطة 2 اتموسفيريك يبقى 0 جيج. هحط هنا عند نقطة 2 زد 2 بتساوي 0 براحتي، ويبقى زد 1 بتساوي كام؟ اتش زائد 4، تمام كده. طب في 1 نقطة جوه تانك يبقى الفيلوستي بتاعتها بتساوي 0، يبقى معنى كده ان اتش بلس 4 هي اللي بتساوي في 2 سكويرد اوفر 2 جي. طب انا عايزة اتش وانا ما عنديش الفي 2، يبقى معادلة واحدة فيها 2 unknowns، سميها كده رقم 1 واركنها جنبك ودور لها على ايكويشن تاني. ايه الايكويشن التانية اللي تفتكر ممكن اعملها؟ ممكن احط هنا بوينت كام؟ بوينت 3. طيب ابلاي كده برنولي ايكويشن بين نقطة 1 ونقطة 3 وتشوف يمكن ربنا يسهل لنا. هرجع اكتب برنولي تاني، مش هزهق، هكتبها مليون مرة. هيبقى في 1 على جاما بلس زد 1 بلس في 1 سكويرد على 2 جي هتساوي في 3 على جاما بلس زد 3 بلس في 3 سكويرد على 2 جي. الحاجات اللي بزيروهات عوض عنها، البريشر عند نقطة 1 0 جيج، الفيلوستي بتاعت نقطة 1 0 نقطة جوه تانك، خد زد 3 هي اللي بتساوي 0، يبقى ساعتها زد 1 هتساوي كام؟ هتساوي 4. بي 3 هو اللي قال لي ان انا عايزه بي 3 يكون البريشر بتاعها مينيمم عشان تبقى الاتش ماكسيمم، والمينيمم ده اللي هو كام؟ 10 PSI. ارجع معاك كده لما ابص كده، 10 PSI ابسوليوت ولا جيج؟ هو بيقول لي ما يقلش عن 10 PSI في لو اتموسفيريك بريشر. افتكر معايا كده كلمه 10 PSI في لو اتموسفيريك بريشر يعني ايه؟ 10 PSI في لو اتموسفيريك بريشر يعني ماينس 10 PSI فاكيوم. نحط بقى الماينس هنا كده عشان ما ننساهاش، ماينس 10 PSI فاكيوم، تمام. مش احنا قلنا اتموسفيريك بريشر بنعتبره هو الزيرو، وانا تحتيه ب10 يبقى انا عند ماينس 10، تمام. ارجع اعوض في المسألة، مش انت معوض هنا بالجيج، عوض هنا بالجيج، يبقى ماينس 10 PSI جيج هضربها في كام؟ في 144 علشان اخليها باوند فورس بير سكوير فوت، واقسمها على جاما ووتر اللي هي 1.94 في 32.2 بلس في 3 سكويرد على 2 جي.
خلي بالك من الايكويشن دي، تقدر تطلع مين؟ تقدر تطلع ال V3. بس انا ما كنتش عايزة ال V3، انا كنت عايزة ال V2 علشان احطها في الايكويشن دي واقدر اجيب H. هقولك الموضوع بسيط خالص، ما هو انت عندك continuity equation ما بين point 3 و point 2، انت تقدر تابلاي continuity. هيبقى الاريا عند point 3 اللي هي فاي على 4، فاربعة على 12 سكوير V3 بتساوي فاي over 4 في 6 over 12 سكوير V2. انت بقى عندك دلوقتي V3، هتجيت مين؟ هتجيت V2. طب واذا كان عندك جيت V2 خلاص، يبقى هتسبستيتيوت بقى في الايكويشن اللي احنا طلعناها رقم واحد دي، وهتقدر من هنا تجيب مين؟ وهتقدر من هنا تجيب H اللي هتطلع لك بالفوت. طيب المسألة اللي بعدها كان بيقول ايه؟ في المسألة اللي بعدها كان بيقول ان انا في عندي التانك ده، الهايت بتاع الووتر او الهيد بتاعت الووتر فيه اسمها H، ما كنتش لسه عارفاها الاتش دي. اتش دي دور عليها معايا كده. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاتموسفيريك بريشر 14.5 بي اس اي ابسوليوت، الفيبر بريشر بتاع الميه 1.6 بي اس اي ابسوليوت. قال لي بعديها ان انا عايز اجيب، خلي بالك بص كلمه ايه، ان الفيسكس افكت نيجلكتد، يبقى الفريكشن لوسز عندي مش موجوده. عايز اجيب الهايت اتش ده بيساوي كام؟ اللي عنده يبتدي يحصل الكافيتيشن. احنا قلنا في مسألة قبل كده يعني ايه كلمة cavitation. cavitation يعني الليكويد يتحول لايه؟ يتحول لفيبر. نتيجة ان ايه اللي حصل؟ يتحول لفيبر نتيجة ان ايه اللي حصل؟ ان البريشر قل. البريشر قل لحد ما بقى اقل من كام؟ بقى اقل من الفيبر بريشر. يعني معنى كده ان النقطة اللي هيبتدي يحصل عندها cavitation هي النقطة اللي هيبقى البريشر عندها بيساوي كام؟ بيساوي الفيبر بريشر. فين بقى؟ يعني البريشر هيساوي الفيبر بريشر فين؟ في حتة من اتنين، يا في اعلى نقطة في السيستم يا في اضيق نقطة في السيستم. تمام؟ ما هو انت ليه اعلى نقطة في السيستم؟ علشان الزد بتاعتها هتبقى عالية قوي. طب لما الزد تعلى تيجي على حساب مين؟ البريشر. طب ليه اضيق نقطة في السيستم اخاف يحصل فيها كافيتيشن؟ عشان السرعة بتاعتها هتعلى قوي، لما تعلى السرعة تيجي على حساب مين؟ برضو يعيني البريشر. فسواء الزد هي اللي عالية، الفيلوستي هي اللي عاليت، بيجي على حساب مين في الاخر؟ على دماغ مين في الاخر؟ على دماغ البريشر. اسر الكلام يعني ان لو الكافيتيشن حصل في سيستم زي ده هيحصل في البوينت دي اللي هي الديامتر بتاعها بيساوي 1 انش. فهو بعديها بقى بيقول لي بعد ما تجيبي لي الاتش دي، ابقي قولي لي الديامتر اللي هو الواحد انش والاتنين انش دول يزيدوا ولا يقلوا علشان افويد الكافيتيشن. طب خليني خطوه خطوه بس الاول، انا عايزه اجيب الاتش دي بتساوي كام بحيث ان الكافيتيشن يبتدي يحصل؟ صح؟ يبقى انا عايزه ابلاي برنولي ايكويشن ما بين نقطتين، نقطة رقم واحد اللي بحبها على السيرفس دي، ونقطة رقم اتنين اللي هيبتدي يحصل عندها الكافيتيشن. ابلاي برنولي بين نقطة واحد ونقطة اتنين، يبقى في 1 اوفر جاما بلس زد 1 بلس في 1 سكويرد اوفر 2 جي، وما فيش بامب فمش هحط اتش بي، ايكوال في 2 اوفر جاما بلس زد 2 بلس في 2 سكويرد اوفر 2 جي. وهو بلسانه في المسألة قال لي نجلكت الفيسكس افكت، فمش هحط الاتش اف. عوض لي عن الحاجات اللي بزيروها. البريشر بتاع نقطة واحد زيرو جيج، الفيلوستي بتاعتها زيرو علشان جوه التانك، الزد بتاعت نقطة اتنين انا هاخدها بتساوي زيرو، يبقى زد واحد هي اللي بتساوي اتش وفي تو. يبقى انا هنا عندي اول ايكويشن بتقولي ان زد واحد بتساوي اتش، في تو هو مين؟ هو الفيبر بريشر. الفيبر بريشر هو كان مديوني كام في المسألة؟ 1.6 بي اس اي ابسوليوت. لازم احوله لايه؟ لجيج، عشان انا حطيت البريشر بتاع نقطة واحد بالجيج، هطرح منه مين؟ الاتموسفيريك بريشر اللي هو مديهم. فهقول هنا ان بوينت 2 هتبقى 1.6 ماينس 14.5، انا حافظاها 14.7، خلاص يا عم اسمع كلامه وخلاص. 14.9 هضربها بس في 144 علشان تبقى بالباوند فورس بير سكوير انش، واقسمها على الجاما ووتر بلس في 2 سكويرد اوفر 2 جي اللي انا لسه مش عارفاها. فالحمد لله وصلت برضو لمعادله فيها 2 انونز، ونرجع بقى زي المساله اللي فاتت بالظبط.
ادور على نقطتين تانيين جوه السيستم، هنقول مثلا ان انا هابلاي برنولي ايكويشن بالنقطة 1 ونقطة 3. طيب لما ابلاي برنولي بالنقطة 1 ونقطة 3 او نقطة 2 ونقطة 3، ما انت خلي بالك ان انا عايزة اتفادى شوية حتة الاتش دي لان انا مش عارفاها. نقطة 1 ونقطة 3 هتحللي المعادلة برضو، بس خليني كده اجرب معاك نقطة 2 ونقطة 3 احسن، هنشوف ما نفعوش نبقى نجرب 1 و 3. طيب يبقى بي 2 اوفر جاما بلس زد 2 بلس في 2 سكويرد اوفر 2 جي بتساوي بي 3 اوفر جاما بلس زد 3 بلس في 3 سكويرد اوفر 2 جي، ومفيش عندي لوسز برضو ولا حاجة، عوض لي عن الزيروهات. نقطة 3 البريشر بتاعها اتموسفيريك يبقى 0 جيج، الزد بتاع نقطة 2 هي الزد بتاعت نقطة 3، البريشر بتاع نقطة 2 انا عارفاه خلاص اللي احنا لسه معوضين عنه فوق ده بالجيج بعد ما طرحت منه الاتموسفيريك بريشر، فضل عندي في 2 وفي 3. بس انت لو راجعت نفسك كده للكونتينيوتي هتلاقي ان انت عندك ايه، عندك ريليشن ان الديامتر، ان باي على 4 في الديامتر بتاع نقطة 2 سكوير في في 2 بتساوي باي على 4 في الديامتر بتاع نقطة 3 سكوير دي في 3. شلي كده من هنا الباي على 4 دي مش عايزاهم في حاجة، هيفضل لي ان الديامتر بتاع نقطة 2 سكوير دي اللي هو كام، 1. يبقى في في 2 ايكوال هنا عندي الديامتر كام، 2 سكوير دي يبقى 4 في 3. يبقى انت بقى سيادتك تيجي هنا وتعمل، انت عايز تجيب في 2 ولا في 3 براحتك خالص ولا تفرق معايا في حاجة، هجيب واحدة يبقى معناها ان انا جبت التانية. تعالى مثلا احنا عايزين في 2 علشان اخدها عوض بيها هنا على طول، ماشي. يبقى في 2 سكويرد اوفر 2 جي، والناحية التانية هتشيل الفي 3 وتحطها كام، 1 على 4 في 2. شيل بقى الفي 3 حط مكانها ايه، في 2 على 4 الكل سكويرد على 2 جي، وانت عندك اصلا ان البي 2 موجودة، يبقى انت هنا من الايكويشن دي هتجت مين، هتجت الفي 2. كنت عايزها في ايه انت الفي 2 دي، عشان تاخدها تعوض بيها في الايكويشن رقم 1 دي وتعرف تجيب مين، الاتش. الاتش دي هي مين، هي اللي يبتدي يحصل عندها الكافيتيشن. اشمعنى؟ عشان هي اللي عندها البريشر عند نقطة 2 هيبتدي يساوي الفيبر بريشر، لو زادت يبقى معناها ان بعد كده هيبتدي يحصل الكافيتيشن جوه مين، جوه السكشن الصغير خالص ده. السؤال اللي كان بيسأله لي كان بيقول لي دي 1 ودي 2 اللي هما الواحد انش والاتنين انش، يزيدوا ولا يقلوا علشان ما يحصلش كافيتيشن؟ بالعقل كده، هو ايه اللي خلى نقطة 2 دي يحصل عندها كافيتيشن؟ ان السرعة بتاعتها كبيرة قوي. طب ايه اللي خلى السرعة بتاعتها كبيرة؟ ان الديامتر بتاعها صغير. خلاص يبقى بالعقل كده دي 1 لازم يزيد علشان خاطر ما يحصلش كافيتيشن، لان كل ما الديامتر ده هيزيد كل ما الفيلوستي هتقل، فلما الفيلوستي تقل البريشر هيزيد لان الزد ثابتة، هي البايب على الليفيشن ثابت، فمش هيحصل كافيتيشن. فخلاص عرفت ان دي 1 لازم تزيد علشان افويد الكافيتيشن. نيجي لنقطة 2. نقطة 2 دي بعيدة خالص عن السكشن الضيق، ازودها ولا اقللها؟ خلي بالك ان انت لما جيت ابلاي برنولي ايكويشن بالنقطة 1 ونقطة 3 اللي هنا، هتلاقي في 3 او في نقطة، احنا كنا حاطين نقطة ايه، نرجع كده للايكويشن، نقطة 1 ونقطة 3، هتلاقي الفيلوستي عند النقطة دي اللي الديامتر بتاعها بيساوي 2 انش، هتلاقي الفيلوستي بتاعتها بتساوي ايه، السكوير روت بتاع 2 جي اتش. لما تابلاي برنولي بين 1 و 3 هتلاقي ان الفيلوستي عند النقطة دي بتساوي السكوير روت بتاع 2 جي اتش، وتشيك ورايا كده الكلام، يبقى دور انت عليها دي جت منين. ابلاي برنولي ايكويشن بالنقطة 1 دي ونقطة 3 دي، هتلاقي ان الفيلوستي هنا بتساوي السكوير روت بتاع 2 جي اتش، تمام. طيب يبقى معنى كده الفوليومتريك فلو ريت هيساوي الاريا في الفيلوستي عند النقطة دي، صح؟ طيب الفيلوستي
هتفضل لو الاتش ثابته، بص كده لو الاتش ثابته الفيلوسيتي هتفضل ثابته. طب فكر معايا كده، امال انا لو زودت الاريا هيحصل ايه للفوليومتريك فلوريت؟ هيزيد. طب لو الاريا دي زادت فالفوليومتريك فلوريت اللي خارج من هنا ده زاد، طب مش ده معناه ان الفوليومتريك فلوريت ده اللي عند النقطه دي هيزيد برضو؟ طبعا. طب ما انا الفوليومتريك فلوريت اللي هنا ده لو زاد، يعني السرعه دي لو زادت هيحصل الكافيتيشن. يبقى ده معناه ايه بقى؟ ان الديامتر ال 2 انش محتاج يقل. ليه؟ علشان ساعتها الاريا دي تقل فالفوليومتريك فلوريت ده يقل فالبريشر يزيد. يبقى انا في سيستم زي ده عشان افويد الكافيتيشن محتاجه ازود الديامتر الواحد انش واقلل الديامتر ال 2 انش. تمام كده؟